احمد سامي قال فيريرا مدرب محظوظ. يا خبر اسود على اتعمل في الدبح. يعني عاوز اقول لك دبح. يعني عاوز اقول لك ايه يعني انت يا ريت يبقى مدرب محظوظ. بس اقول لك حاجه انا كان عندي تحفظ على التصريح ده عشان كده ضحكت. ايوه انا كان عندي انا كان عندي تحفظ على تصريح الكابتن احمد سامي وقلت رايي فيه. هو كابتن احمد سامي قاله عادي وانا قلت كده يا جماعه. هو قاله في لحظه بعد المباراه وكل الناس محظوظه وكل الناس ربنا بيوفقها وحبايبها كل حد بيتمنى الحظ ده. بس هي الفكره في ايه؟ ان انا برضو كنت برفض نفس الاتهام دوت. يعني رفضته على او مش اتهام ان الجمله دي اتقال على فريق ان هو ناجح عشان بس مجرد محظوظ ولا على موسيماني انه كان ناجح عشان مجرد محظوظ. اه كان بيقول عليه ان هو محظوظ بس الحظ ما بيجيش لاي حد. هو ده ما بيجيش غير هو ده بتاعت هو شغل اللي عاوز اقول احنا عاوزين نقوله ايه. هنقعد نتكلم في الجزئيه دي يا جماعه. ثقافه يعني الاختلاف وثقافه تقبل الاخر. سيب كل واحد يعمل. بس ايه يعني ايه فلان كسب اقول له مبروك كاس خسر. انا خسرت اقول له هارد لك. المساله ايه ليه نصل بالمرحله وتطلع تفاجئ بناس بتقول كلام في منتهى الخطوره وفي منتهى الغرابه وتعدي الامور وكان شيء ما حدش بيتحاسب. حتى حدش بيتحاسب. يعني عاوز اقول لك ايه انت غضبان وزعلان ما ينفعش تطلع الهواء تقول مش عارف ايه وفرق والجمهور الثاني والجمهور الثالث والجمهور الرابع واحنا عملنا واحنا اللي احسن. يا عم قول بس بطريقه ايه بالاعتراف الحق انه ايه كولر قدم اوراق اعتماده لجمهور الاهلي في هذه المباراه بس خلاص وقدم مباراه ليه؟ لانه لاعيبه الاهلي جروا كميه جري في هذه المباراه اول مره اشوفها من فتره. حلو